يعتقد البعض أن الملك فاروق كان آخر من حاز لقب ملك مصر، لكن الحقيقة تقول إن آخر الملوك كان طفلاً رضيعاً وهو أحمد فؤاد الثاني ابن الملك فاروق. طالما حلم الملك فاروق بإنجاب ولد ذكر كي يرث العرش، وهو ما تحقق له بمولد أحمد فؤاد الثاني في 16 من يناير عام 1952 من زوجته الثانية الملكة نريمان. السعادة التي غمرت الملك فاروق دفعته لمنح الطبيب الذي أشرف على عملية الولادة لقب الباشوية، وأضاءت سماء ليل القاهرة طلقات المدفعية احتفالاً بميلاده. أعلنه الملك فاروق ولياً للعهد، وبعد شهور قليلة من مولده وتحديداً في 23 من يوليو عام 1952 قامت ثورة يوليو بمصر، وطلب منه التنازل للطفل عن العرش، وتشكلت لجنة للوصاية على العرش إلى أن أعلنت الجمهورية في 18 من يونيو عام 1953. عاش الملك الصغير مع أخواته الثلاث في سويسرا، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة عامة حتى حصل على شهادة الثانوية الفرنسية من مؤسسة روزي في سويسرا، ثم أكمل بعدها دراسته الجامعية في جامعة جنيف في تخصص العلوم السياسية والاقتصاد. انتقل بعد زواجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، وعمل مستشاراً مالياً واقتصادياً لشركات فرنسية وأجنبية. رزق الملك أحمد فؤاد الثاني بثلاثة أبناء هم محمد علي وفوزية لطيفة وفخر الدين، وزار فؤاد الثاني مصر عدة مرات.